هنقدم لكم النهارده كوفرتات جميله جدا رائعه تركي جميع الاشكال والالوان. بصوا الدقه كل ده تلاقيه في البيت بيتك. ابداع كل جديد ان شاء الله. كل ما تحتاجه ان شاء الله في البيت بيتك. قناة البيت بيتك كل جديد. اي حاجة تخص البيت الحديث هتلاقيها في قناة البيت بيتك. كل ما تتمناه. فوط تركي، فوط مصري، شوف الدقة، شوف الجمال، فوط تواليت، حتى مفارش 16 قطعة بجميع أشكالها وألوانها. فوط الأطفال شايفين ده؟ قعدوا بيجيبوا الأطفال دلوقتي. فوط التواليت عادي بتحط كده. شوفوا الدقة، شوفوا الجمال. دايما لما تشتروا فوط يا ريت الفوط القطن احسن بكتير من القطيفه كتير، ودايما حاولوا العروسه تغسل الفوطه مرتين قبل الاستخدام، لان عليها طبقه شمعيه بتمنع اللي هي تنشف. ما بتقولش ده الفوطه بتنشف، لا بتنشف، بس هي المشكله بيبقى عليها طبقه ايه؟ بيبقى عليها طبقه شمعيه. فده يعني نصيحة ان انتم تغسلوا الفوطة قبل ايه؟ قبل الاستخدام. تمام؟ اي فوطة بالاخص يعني دايما قطروا في الفوط القطن. نيجي بقى هنا المفرش القطيفة. ده مفرش قطيفة المجد. عاد دلوقتي في المجد وفي العالمية وفي مورا وفي انواع كتير جدا. دايما ما تجيبوش الا الحاجة اللي تفيدكم. وبدأ دلوقتي مكان مفارش الزينة، عشان اللي بيحب يجيب مفارش الزينة ما عادش يجيب مفارش الزينة. ده الكوفرتات اللي بتنزل مكان مفارش الزينة عشان ما تكلفش نفسك اكتر من اللازم. لان بيني وبينكم برضو يعني اسأل اي حد متجوز يقول لك مفارش الزينة بنرميها تحت السرير او بنعينها وما بنستخدمهاش. فهو الاحسن اللي انت ايه تستخدم الكلام ده كله. يبقى يا جماعه نصيحه، ما عدناش نجيب مفارش زينه
ونركز على الكوفرتات لان الزينه خلاص بقت موضه قديمه، ونركز على ايه؟ على الكوفرتات دي. مثلا كوفرت اطفال بتعمل نفس الزينه، نفس طباع الزينه، عشان بس نبقى عارفين ومركزين. منها تستخدم ومنها تستخدم ايه في الزينه. دي كوفرته كبيره نفس الكلام، ودي الاطفال بتاعها اكن فستان عروسه، شايفين عامله ازاي؟ مش اي حاجه تشتروها ومش اي حاجه تستخدموها. دي كوفرته كبيره برضو شكل تاني. كده في الفيديو في قناه البيت بيتك للبيت الحديث كل ما تتمناه. نيجي للسجاد. السجاد التركي اللي هو فرش السجاد ده في مقاسات كتير وفي خامات كتير، بيبتدي كبيع من 400 لغايه 550 في سعودي في السوق دلوقتي، في تركي طبعا السعوديه ما صنعوش، بس هو اللي بيجيبوه ويدخلوه عن طريق ايه السعوديه. نيجي للمفارش دي الاطفال، اشكالها كتير، وده المجد بس مش المجد الاصلي، في المجد الاصلي وفي المجد التقليد، تمام. وديت اطفال، ده جميل بقى جدا، سادة الناس بتحب ده والناس بتحب ده. دم حضراتكم حاجات كتيرة، بس دايما خلي فيه ضمير عند اللي بيع ونبه عليه يديك الحاجة النظيفة. دي مفارش سرير كبيرة. اي استفسار على قناة البيت بيتك انا في انتظاركم، وفي اي رد اي نصيحة عاوزينها انا تحت امركم في اي وقت كل حاجة. دي كانت حاجات من البيت بيتك، حبيت اعرضها على حضراتكم في قناتكم قناة البيت بيتك. اشترك في القناة حتى يصل لك كل جديد، وياريت تنشر الفيديو حتى كله يستفاد. واي نصيحة انت عاوزينها تحت امركم في اي وقت وفي اي تعليق انا تحت امركم. اتمنى لكم دايما السعادة في اي حاجة، سواء في قناة البيت بيتك البيت الحديث او قناة اجيال الاندلس. مثلا دي كوفرتات قطن، وفي امشة بيكا برضو من الحاجات القيمة جدا. وفي المجد يا جماعة، ده المجد اصلي وده المجد تقليد، عشان بس الناس ايه تبقى عارفة. اشترك في قناة البيت بيتك وقناة اجيال الاندلس حتى تصل لك كل جديد ان شاء الله. واتمنى لكم التوفيق والسعادة في كل نواحي الحياة. قناة البيت بيتك للبيت الحديث وقناة اجيال الاندلس في امان الله، وانتظر منكم اي استفسار لاي حاجة تحت امركم في امان الله. اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.